يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤمر المصاب بمرض معدن هل يؤمر المصاب بمرض معدن كما يسمى مثل ما يسمى بالإنفلونزا الخنازير، هل يؤمر باعتزال المسجد والصلاة في بيته؟ نعم، إذا أصيب فلا يختلط بالناس، يبقى في بيته. إذا أصيب بها، لو ثبت عليها المرض هذا، إنه يعتزل حتى يعافيه الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر آكل البصل والثوم أنه يعتزل المصلى، مع أن ما فيه خطر. كيف الذي فيه خطر، مرض خطير، عياذ بالله. نعم.